بعد الزيارة تاعك، هل المشكلة مخطط عمل الحكومة؟ وبعد أن نال نصيبه من حبر الصحافة وتدقيق الخبراء في تفاصيله، نزل اليوم إلى قبة زيغود يوسف ليعرض على ممثلي الشعب ويناقش. أردنا معرفة مدى استيعاب النواب لما سيناقشون فيه الحكومة، فسألناهم عن أكثر نقطة صنعت الجدل فيه، قانون القرض والنقد، وهل يعرفون تاريخ التعديلات التي طالت؟ فكانت الإجابة الأسئلة كما هذه تحتاج إلى نقاش واسع، تحتاج إلى حوار، تحتاج إلى أن تشارك كل الطبقة في تعديل كل هذه القوانين. ما هيش حاجة يعني رايحين هما يقرضوا أشياء كبيرة، ولا رايحين يشوفوا على حسب ميزانية النقود أو كنقولوا السيولة اللي موجودة عندهم، ونظن راح تعالج، يعني ما هيش حاجة اللي صعبة. اعتقدنا في الوهلة الأولى أن صعوبة قانون النقد والقرض وما يحمله من تعقيدات تقنية هو ما صعب عليهم إفادتنا بإجابة كافية وافية، فغيرنا السؤال إلى ما هو السعر المرجعي للنفط الذي اعتمدته الحكومة في ميزانية 2017؟ وهنا كانت المفاجأة. اختصاصي تربية وتعليم، وفي لجنة عضو في لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، لكن شكرا مرة أخرى إن شاء الله. ربما السعر المرجعي للنفط اعتمدته الحكومة. شكرا. السعر المرجعي للنفط اعتمدوا حوالي 50 مليار دولار. وآخر لا يفرق بين السعر المرجعي عند الحكومة وسعر النفط في الأسواق العالمية. 51 دولار البرميل، هذه هي نورمال، ما هذه هي صار مرجع إلى الوسم ميزانية. ممكن ما شو عارف التغيير، هذه التغيير على مستوى الوقت، على مستوى العالم مش على مستوى الجزائر. والطامة الكبرى أن البعض يحضر جلسة المناقشة ولم يطلع أبدا على مخطط عمل حكومة أو يحيى. لحد الآن لم أطلع على المخطط، وإنما المخطط السابق ممكن، لكن الآن رحين يعرضوا علينا المخطط. وآخرون فضلوا التزام الصمت، عاملين بشعار من يتكلم كثيرا قد يخطئ كثيرا. السلام عليكم. أما هذا النائب فجوابه عن أسئلتنا كان مجموعة من الأسئلة طرحناها على عينة عشوائية من ممثلي الشعب، جعلت الشك يتسلل إلى قلوبنا من قدرة هؤلاء في مناقشة قانون ينتظر منه أن يخرج الجزائر من الأزمة، على أمل أن لا يكون مستوى هذه العينة يعكس مستوى الأغلبية في البرلمان.